رسالة بدأت إنها تصل لناس كتيرة جدا على الواتس أو تصل على الماسنجر أو تصل على الإيميل. المهم الرسالة دي لو وصلت ليك ممكن إنها تسبب مصيبة في موبايلك، ممكن إنها تؤدي لاختراق موبايلك، فركز معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وسعادة دايما. أهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب. دي قناة مهتمية بعالم وأسرار اليوتيوب والربح من الإنترنت وشروحات برامج ومونتاج وشروحات لكل ما يخص السوشيال ميديا. اللي أنا هقوله في الفيديو ده مهم لكل الناس، عندك قناة على اليوتيوب، ما عندكش قناة على اليوتيوب، عندك واتس، كل الناس عندها واتس على موبايلها، كل الناس عندها انترنت، يعني كل من هو يستخدم الانترنت على موبايله. ركز معايا في الكلام اللي هقوله ده. طبعا انتوا عارفين انتشر جدا في الفترة الأخيرة ديت تهكير الأجهزة، مصايب كتيرة جدا بتحصل نتيجة تهكير واختراق الأجهزة اللي انت بتستخدمها، يعني موبايل أو كمبيوتر، وخاصة جهاز الموبايل، لأن طبعا دي أكتر حاجة احنا بنستخدمها. معروف طبعا إن الهاكر من الحاجات المنتشرة جدا بيرسل رابط ويبقى شكله كده، يعني لو حد عنده بس 50% كده يعني معرفة هيبدأ يشوف كده رابط مش يضغط عليه، على الواتس، على الانستجرام، على الفيس، على الماسنجر، على الايميل، يعني شكل رابط كده، فبيبدا انه الشخص يشك فما بتضغطش على الرابط. واحنا نوهنا عن الكلام ده كتير جدا. الهاكر بدا ان هو يلعب بشكل تاني شويه. الرساله اللي انا عارضها جنب مني دي كده، ده شخص هو اترسل ليا، ايا كان بقى هو عرف رقم موبايلي منين ما اعرفش، او ان هو يعني ارسل لي الرساله بشكل عشوائي. المهم ان هو بعت لي رساله بيقول لك ان انت تشتغل معانا وشغل وكذا وكذا وكذا، ما علينا من الكلام ده كله، انت هتاخد راتب من كذا لكذا وشغل، يعني بيعرض عليا شغل، خلي الكلام ده كله مش مشكله. شوف بقى كده تحت بيقول لك ايه، بيقول لك واتساب مي، يعني بيقول لك ارسل لي واتس، اضغط هنا عشان ترسل لي واتس، اضغط هنا عشان ترسل لي واتس. طب ما انت ارسلت لي واتس اهوت، انا هرد عليك، اعمل الرد عليك، لا يعني بيقول لك ارسل لي على الواتس ده، وكاتب لك كده ايه واتساب مي، يعني ارسل لي على اضغط هنا على الواتس اهوت، مكتوب لك واتس مش محطوط لك رابط. ده بقى رابط تهكير، عامله لك بشكل ايه، عامله لك بشكل كانه رقم واتس. انا افتح الرساله عادي، انا فتحت الرساله مفيش اي مشكله، لو جات لك كده بالشكل ده افتحها مفيش مشكله، ولكن لو انت ضغطت على واتساب ميديات، واتساب ميديات او يعني الرساله اللي انت شايفها ديت اللي انا محددها وانا بعمل مونتاج، هتضغط عليها سيتم تهكير جهازك. ده مش رقم واتس، ده رابط، ولكن هو عامله بشكل تاني علشان خاطر يبدا يلعب عليك، فكون حذر من هذه الاشياء. ممكن ده يجي لك على الماسنجر، يجي لك على مكان تاني، على الانستجرام، يجي لك على ايميل، يجي لك في اي مكان، المهم لو وصل ليك، وخاصه على الواتس، لان هو بيرسل لك على الواتس بيقول لك واتساب مي، بيقول لك واتساب مي يعني ارسل لي على الواتس ده، فاكيد انت طبعا مش هتشك لان ده رقم واتس، فتقول هو الرقم يعني هيجي هيهكر الجهاز، لا ده رابط لينك يهكر جهازك. طيب تخيل بقى ان انت لو صاحي من النوم كده لسه صبح ومدروخ كده ونايم زعلان بالليل وقايم مدروخ وبتفتح الواتس كده تشوف حد ارسل لك الرسائل ولا حاجه، وجات قدامك الرساله دي وانت مش مركز قوي ورحت جاي ضاغط على الايه، على بيقول لك الواتساب مي ديت، رحت جاي ضاغط عليها، تم تهكير جهازك. دي حاجه. الحاجه الثانيه، نفترض ان الموبايل ده مع الاطفال وموصل نت وعليه واتس وعليه ماسنجر والكلام ده كله، جات رساله زي دي، الطفل مش عارف حاجه، هيروح جاي ضاغط عليها، تم تهكير جهازك. يفتح بقى كاميرتك، ياخد ملفاتك، يبدا يبتزك، يبدا ان هو يسرق قناتك لو عندك قناه يوتيوب، بيسرق حساباتك، يعمل حاجات بلاوي احنا مش قدها. ما تضغطش على اي روابط، ما تفتحش رسائل بالشكل ده كده، ابدا اعمل حظر فورا. ده على فكره جات لي من اكتر من رقم، مش رقم واحد والله على الواتس. يعني مش لازم ان انت اول ما تصحى من النوم كده تبدا تمسك الموبايل وانت مش مركز، حاول تمسك الموبايل وانت مركز. يعني انت سيادتك يعني مش عندك اسهم في البورصه يعني وحبكه ان انت تشوف اول ما تصحى من النوم، عشان تكون مركز وعارف انت بتفتح ايه. اوعك تيجي ايدك تيجي على الرساله دي بالخطا، اوعك، هيسبب اختراق لجهازك. الحاجه الثانيه، اوعك تدي جهاز موبايل لاطفال يكون عليه واتس وعليه ماسنجر او عليه انستجرام، عليه اي حاجه زي ديت، يعني مشكله كبيره جدا، الطفل هيضغط عليها تبقى مشكله. لو انت هتجيب موبايل لابنك او بنتك اطفال يكون يعني ما فيش عليه نت اصلا، ده افضل شيء. انت تنزل له حاجات معينه، العاب من المصدر الرسمي بتاعها، من المتجر او من جوجل، لكن من الشركه نفسها اللي عامله الالعاب ديت، ما تنزلش من مصادر مجهوله، ويكون ما فيش عليه نت خالص افضل. الطفل مش عارف حاجه، ده ممكن يطلع لايف يعمل اي شيء. ما تديش الموبايل لطفل وهو عليه اصلا نت، تمام كده؟ طيب لو انت مضطر قوي تديله عليه نت، يبقى لازم على طول تكون عينك عليه، تبقى شايف بينزل ايه، ما ينزلش من اي مكان، ما يبقاش ان الجهاز ده عليه واتس ولا عليه اي شيء، والطفل هيكون عنده واتس ليه؟ خلي جهاز منفصل ليه هو، ويا سلام ان هو كمان يكون جهاز لو عليه نت يكون باقه غير النت بتاعك خالص، عشان ما يتمش كمان تهكير النت بتاعك، لان ممكن يتم تهكير النت كله فيبدا يهكر كل الاجهزه المتصله بالنت. حاول تامن نفسك وتامن اولادك وتكون عينك على الاجهزه بحيث ان انت ما يحصلكش مصيبه احنا مش قدها. دلوقتي حاليا مع التقدم في 2023 السرقه مش ان حد يجي ويثبتك او يجي يقتحم عليك بيتك، السرقه دلوقتي هي اصبحت اونلاين، اصبحت عن طريق الانترنت. جهازك يكون عليه حساب بنكي، عليه اي شيء زي كده، ملفات يعني شخصيه، حاجات معينه، لو انت ست لو انت راجل، وبالتالي بيحصل فضايح وبيحصل سرقه وابتزاز ومصايب والله العظيم ما حد فينا قدها. فاحنا ناخذ بالاسباب ونامن الاجهزه، مش علشان انت سيادتك يعني عايزه تقعدي في هدوء تدي الموبايل عليه نت الطفل يقعد يقلب وينزل العاب والعاب مهكره يهكر الجهاز ومصايب من نيله ب 60 نيله، ولا انا ولا انت قدها.
عليها، فنأخذ بالأسباب علشان لو حصلت مصيبة يبقى احنا أخذنا بالأسباب، يبقى عملنا اللي علينا. انت مش مطالب إطلاقا ان انت تفتح اي رابط، حتى لو عندك قناة، حتى لو يجيلك إعلانات، ما تفتحش اي رابط نهائيا، اي رابط ما تضغطش عليه. واتكلمنا في الكلام ده كتير جدا، عندنا قائمة على القناة اسمها استرجاع القنوات المسروقة، هتلاقي فيها حاجات كتيرة جدا، ازاي تأمن حسابك، يعني الأشياء اللي بتؤدي للتهكير، يعني حاجات كتيرة جدا. لو انت عندك وقت او انت عندك وقت ادخل شاهد فيديوهات من القائمة ديت. اتمنى لكم التوفيق والسعادة، ربنا يحفظكم جميعا، اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، في امان الله، مع السلامة.